ده اللي انا عايز اسمعه، التمييز ما بين الاسم والفعل، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، حاجه في غايه الاهميه. تمام. طيب النهارده ان شاء الله هنكمل، بس احنا المره دي هنركز على الاسم اكتر، وهناخد حاجه مهمه جدا هتفيدنا في حاجات كتير. ايه هي الحاجة دي؟ حاجة اسمها النكرة والمعرفة. في حد عنده فكرة يعني ايه نكرة ومعرفة، او فاكر من المرة اللي فاتت او السنة اللي فاتت تحديدا؟ ثواني، ثواني المعرفة هي مستر بالألف دكتور. واللام أو بتبقى بضمير تمام. أو إيه أو بتبقى عالم اللي هو اسم بلد أو اسم إنسان. يعني ألف ولام أو عدد. تمام، هما دولت النوعين اللي أنت عارفاهم. طيب أما بقى مستر إيه، وبتبقى ساعات بالضمير كمان الحاجات دي. كويس. النكرة بقى مستر من غير ألف ولام ومش عالم ومش عالم، يعني مثلا زي المدرسة دي كده الفكرة يا مستر ما بيبقاش فيه أي صفات من صفات معرفة. المعرفة. لا ثواني عشان ما حدش قاطع حد دلوقتي. مايا اللي بتتكلم صح كده؟ مستر أنا اللي كنت بتكلم من الأول. طيب تمام. مثلا المدرسة دي كده معرفة، لكن لو مدرسة بس من غير قل هتبقى نكرة. طيب سعيد، قول لي ايه اللي انت فاهمه من النكره والمعرفه قبل ما نبدا. المعرفة بتبقى بألف ولام بضمير، وبتبقى اسم إنسان أو عالم اللي هو يعني اسم بلد كمان. تمام. أما طيب بقى التانية بتبقى أي حاجة غير دول. غير دول. طيب محمد انت دخلت وطلعت. أيوة يا مستر، طيب تقدر تقول لي ايه هي النكره وايه هي المعرفه؟ يا مستر، يعني ايه نكرة ويعني ايه معرفة؟ لا يا مستر أنا عايزك تشرح حالة تانية عشان تمام تشرح. تمام انت ناسيها. تمام ماشي، الصراحة برضو جميلة. طيب في حد عايز يضيف حاجة عن كل اللي اتقال؟ طب ينفع انا اغير صيغة السؤال؟ انا مش عايز انواع المعرفة، انا عايز يعني ايه كلمة معرفة هنا، ايه المقصود بيها، ويعني ايه كلمة نكرة؟ اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا لما المعرفة يا مستر إن أنت ايوه يا مايا سامعك يا مايا، انت قفلت ليه؟ كنت بقول يا مستر إن المعرفة دي بتعرف أو إن المعرفة دي يا مستر بتعرف الحاجة، يعني بتخلينا نبقى نعرف حاجة أكتر. أما النكرة دي يعني مثلا الولد قطف الزهرة. طيب نفهم بقى الموضوع بقى ايه من اصله ومن اساسه بالتفصيل، عشان انتوا في حاجات واقعه منكم وفي حاجات مش واخدين بالكم منها من قبل كده اصلا. مش عارف يعني هل انتوا اخدتوا الموضوع بالشكل دوت او لا. المهم ان لازم تعرفوا ان النكره معناها الشيء غير المحدد. يعني ايه؟ يعني مثال بسيط. سامعيني ولا في مشكله في اي حاجه في الصوت؟ كله تمام؟ تمام شكرا. يا مستر. تمام ماشي كمل. يعني ايه شيء غير محدد؟ يعني اقول لك مثلا اعطني قلما، هل انا حددت القلم دوت ايه؟ فمثلا لما اقول لسعيد اديني قلم، هيروح سعيد مادد ايده في المقلمه بتاعته ومطلع اي قلم ومدهولي، صح؟ ده كلام سليم. طيب لو انا قلت لسعيد اديني القلم، يبقى معنى كده الالف واللام ديت عرف سعيد ان في قلم معين انا اقصده، فيروح مفتكر ان انا كنت ناسي معاه قلم او كنت مسلفه قلم او قايل له جيب لي قلم معين، فيروح مديني قلم محدد. فعلشان كده بنسمي الحاجه اللي فيها الف ولام معرفه. يعني ايه معرفه؟ يعني محدده. انا حددت انهي قلم بالظبط، اقول له يا سعيد القلم اللي هو ايه؟ حاجه معينه انا اقصدها. يبقى المعرفة حاجة محددة، النكرة حاجة غير محددة. ساعة لما قلت لسعيد اديني قلم وخلاص، فاداني أي قلم أكتب بيه، أنا عايز أكتب مثلا ملاحظة بسرعة، مش فارق معايا ده قلم إيه، رصاص، جاف، حبر، مش فارقة معايا خالص، قلت له اديني أي قلم وخلاص، قلت له أعطيني قلم.
انما لما قلت له اديني الالم وحددته يبقى دوت ايه؟ معرفه. طيب هل المعرفه الالف واللام بس؟ لا، ده بالعكس، ده الالف واللام من اضعف الحاجات في التعريف. ازاي الكلام دوت؟ تعالى كده نفكر بالعقل ونشوف الانواع بتاعه المعرفه، انواع بتاعه الاسماء المحدده. ايه ده، هو النكره والمعرفه دولت اسماء؟ اه، يبقى احنا قدامنا النهارده الاسم النكره. أفكرك الأول بالإيه؟ بالتقسيمة ديت، تمام؟ نتكلم في الأسماء، تعالى بقى نشوف الاسم النكرة والاسم المعرفة. يعني معنى كده إن أنا لما أقول لك طلع معرفة أو نكرة ما تجيش جنب الأفعال نهائي. لما أقول لك طلع معرفة أو نكرة مش لازم أقول لك اسم نكرة، اسم معرفة، لا، المعرفة والنكرة دولت أسماء. أنا بقول هنا اسم نكره واسم معرفه عشان اكد لك، عشان بعد كده مش هقول خلاص احنا تاسسنا وعرفنا، وديت حاجه من ايه، من الحاجات اللي هنتفق عليها المفروض ما نرجع لهاش تاني، مش هنفضل طول ما احنا ماشيين نقولها. فالنكره والمعرفه دولت نوعين للاسم، الاسم يا اما يكون نكره يا اما يكون معرفه. النكره هو نوع واحد، المعرفه هو اللي بناخد له انواع كتير. هنا بقى بيقول لي لاحظ ان اللي بيميز الاسم اصلا عن الفعل، لازم عشان اتعامل مع اسم لازم اتاكد ان هو بيتجر، بيتنون، بيتنادى عليه، بيتحط له الف ولام. زي ما قلنا المره اللي فاتت، حاجتين من الاربع حاجات دولت كفايه علشان اثبت ان هو ايه؟ ان هو اسم. في حد مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي؟ عشان نمشي مع بعض واحده واحده، لو في حاجه واقعه من حد يقول لي وانا اقعد اعيد. انا برضو مش فاهم ليه الاتنين اللي فاضلين لسه ما دخلوش، ما بقى ان هو ربع ساعة بعد ما بعتنا اللينك مش عارف ما حضروش ليه. ما علينا، في حد مش فاهم اي حاجة ولا كله تمام؟ كله تمام. طب حد يرد عليا ياكد لي ان كله تمام. تمام، كله تمام تمام، تمام يا مستر. تعال نكمل. محدش يتكسف ان هو يقول انا مش فاهم الحته ديت، عادي، المهم ان احنا نطلع في الاخر كلنا فاهمين كل حاجه ومتدربين على كل حاجه باذن الله. بيقول النكره هي الشيء غير المحدد او غير المعين، زي ما قلت كده ايه لسعيد، اديني اعطيني قلما، ما اديني اي قلم وخلاص، اعطيني ورقه، اي ورقه. طب لو احنا متفقين على ورقه معينه هنشوف بقى ايه، يبقى دوت حاجه اسمها معرفه، اللي هو الشيء المحدد اللي انا محدده بالظبط. طيب بيقول لي انواع المعرفه، بص اول نوع هما كام اصلا، بص لاحظ كده معايا، المفروض هما سبعه بس انا مش هجيب السابع لان هو ايه صعب شويه، مش هجيب بس برضه هقوله، يعني انا مش حاطه هنا عشان نركز على الست دول. قال لي اول نوع من انواع المعرفه الضمائر. الله، ازاي الضمائر دي ما فيهاش الف ولام؟ طب حد يفكرني اصلا بالضمائر ايه هي؟ محمد مثلا، ايه الضمائر؟ قول لي ايه الضمائر يا محمد؟ الضمائر مثلا زي هي هي وهو هي وهو هما وهن وهؤلاء وهو. لا، ثانية ثانية ثانية، انت كده هؤلاء كده دخلت في تصنيف تاني خالص غير الضمائر. لا لا هي وهو خلي بالك وهما وخلي بالكوا كلكم، الضمائر درس كبير هياخد مساحة كبيرة من سنة أولى إعدادي. يعني ايه هياخد مساحة كبيرة؟ هيقول لك في ضمائر بارزة بتتكتب يعني ليها صورة في الكلام، في ضمائر مستترة لو سمعت عنها. وبعدين يجي في البارزة ديت يقول لي والله فيها منفصلة اللي أنت قلت شوية منهم دلوقتي، فيها متصلة ودوت موضوع مختلف تدرسه بالتفصيل والإعدادي. فلازم الأساسات تبقى كويسة. يعني إيه؟ يعني لازم تكون عارف الضمائر العادية عشان لما تاخد المتصلة تبقى فاهم ما تتوهش. طيب تعالى نشوف كده اهوت ايه هي بقى الضمائر. هي اصلا عباره عن اسماء. هو بيقول لي هنا ايه الضمائر والعلم واسم الاشاره والاسم الموصول، كل ديت انواع معرفه هنتكلم عن واحد واحد، والمعرف بقل والمضاف اللي هو قبل المضاف اليه يعني، ماشي. وحاجه سبعه اسمها المنادى برضه هنبقى نقولها بس مش هنركز عليها قوي. طيب بيقول لي اول حاجه انا ويا ونحن، مستر، مين يقول المفروض لي؟ ان المعرفة برضه ايه برضه بيبقى معرفة الايه؟
حتى لو كان نكرة هو المضاف، عشان المضاف بيبقى معرفة. طب انا ما قلتش عكس كده على فكرة، لما نيجي الرقم 6 هبين اللي انت بتقوليه. يعني نركز بقى مع بعض في الايه، في كلمة الضمائر. اصلا الضمير عبارة عن اسم، يعني لازم اعامله معاملة الاسم. يعني انا ونحن دولت لما ييجوا في اي حتة على فكرة بعربهم مبتدأ، وكل الضمائر اللي احنا درسناها قبل كده بتعرب ايه؟ بتعرب مبتدأ، اللي احنا بنسميها الضمائر المنفصلة. يعني ايه الضمائر المنفصلة؟ اللي هي زي انا ونحن وهو وهي وانت وانتي. طيب اول نوع دوت اللي هو انا ونحن دولت اسمهم ضمائر الايه؟ مين الشاطر فيكم يقول لي؟ مين اللي لسه فاكر كده والذاكرة بتاعته تسعفه يقول لي دي أنا ضمائر ايه؟ نحن يا مستر انا ونحن دولت اسمهم ضمائر ايه؟ مخاطب. لا انا بتكلم عن نفسي، يبقى الضمائر ايه؟ انا بتكلم تمام، عن نفسي. ضمير غائب وضمير متكلم. لا غائب دوت يعني مش موجود. احنا بنفهم كل كلمه نعرف معناها، غائب يعني مش موجود. هل احنا ونحن دولت مش موجودين ولا بنتكلم عن نفسينا؟ اسمهم لا ايه بقى؟ أنا ونحن ضمير متكلم. متكلم. جميل جدا، يبقى انا ونحن دولت أنا اسمهم كنت فاكر إن في أنواع تانية. متكلم. ليه سموه متكلم؟ يعني عشان واحد بيتكلم عن نفسه او مجموعه بتتكلم عن نفسها فسموها ضمائر متكلم. تمام. طيب انت والمؤنث بتاعها انت، انتما، ده للايه؟ للمثنى بالنوعين بتوعه، يعني مثنى مذكر مثنى مؤنث. انتم انتن، كل دول اسمهم ضمائر الايه بقى اللي انتوا لسه قايلين لهم؟ ضمائر مخاطب. يعني ايه مخاطب؟ يعني انا بكلمه بخاطبه فيقول لي انت، بيكلم واحد قدامه. انتما انتم انتن. النوع الثالث دولت اللي ايه اللي محمد قالهم، هو هي هما هم هن. دي ضمائر الغائب، يعني ايه يعني مش موجود؟ يعني مثلا حد هنا حضر المره اللي فاتت ومش موجود المره دي، مثلا افتكر كده الاسامي الورقه تفكرني، لوجين مثلا، اجي اتكلم على لوجين راح قايل ايه؟ هي كانت بتقول كذا، صح؟ غائبه مش موجوده معانا، فاستخدمت الضمير ايه؟ هي. طب لو واحد مش موجود معانا زي احمد مؤمن مثلا او زي اياد، اقول ايه؟ اقول هو. اقول مثلا احمد، او اقول مثلا اياد كان بيقول ان هو عنده مشكله في الاعراب، بيتلخبط في الاعراب، فاستخدم ايه؟ هو. طب لو اتكلمت عنهم هما الاثنين اقول هما. طب لو اتكلمت عن ثلاثه بقى، لوجين مثلا واحمد مؤمن واياد، اقول ايه؟ اقول هم. واحد يقول لي بقى طب ازاي ده فيهم مؤنث؟ ها حد يفكر معايا كده، هم لجمع المذكر، هن لجمع المؤنث، صح؟ طب لو مجموعة فيها مذكر ومؤنث اعمل ايه؟ نفكر مع بعض كده. ها مين يقول لي؟ مايا. عارفة نختار انهي؟ استخدم هم ولا هن؟ هقول هم يا مستر. هم. هم طب مين عارف ليه؟ مش عارفة يا مستر، بس هم كانوا بيقولوا إن يعني مثلا دلوقتي المذكر هم يا يعني مستر تنفعني هم بنستخدمه الاثنين. أكتر من المذكر يعني. طيب هم صح، انا بس عايز اعرف ليه، علشان دي قاعدة مهمة وعلى فكرة موجودة في لغات تانية. يا مستر عشان تنفع للاتنين. لا هم المفروض للمذكر. في القاعدة المهمة ايه هي؟ قاعدة التغليب. يعني ايه التغليب؟ يعني لو في مذكر واحد وسط مليون مؤنث يتعاملوا على هنختار انهم ايه؟ يتعاملوا اللي على انهم ينفع مذكر. للمذاكرة. يتعاملوا على انهم مذكر، انما لو في بنت وسط مجموعة مذكر عادي يتعاملوا مذكر. يبقى طالما المجموعة اللي بنكلمها لو فيها مذكر واحد بس مهما كان عددها يتقال لهم ايه؟ يتقال لهم بصيغه المذكر. ماشي؟ فالظاهره ديت او القاعده دي اسمها تغليب المذكر. يعني ايه؟ يعني المذكر هو اللي يكسب، هو اللي يغلب. تمام؟ طيب السؤال بقى الاهم، هو ليه الضمائر معرفه وليه هي اعرف المعارف؟ يعني ايه اعرف المعارف؟ يعني اكتر حاجه متحدده في الدنيا، اكتر حاجه متحدده في الاسماء. ليه؟ علشان الضمائر بمنتهى البساطه محددة أكتر من أي حاجة. يعني أنا مثلا بقول أنا، وأنا قدامك أهو بقول لك أنا،
انت كده مش محددني، محددني وعارف ان انا اهو الشخص اللي قدامي، او اقول نحن متحددين. طب واحد قدامي وبقول له، بكلمه بقول له انت، محدده ولا مش محدده؟ محدده. لما اتكلمت عن فلان اللي هو اياد مثلا على سبيل المثال، وقلت هو او لجين وقلت هي، او اتكلمت عنهم هما الاثنين وقلت هما، انا كده محددهم ولا مش محددهم؟ محددهم. طالما متحددين يبقوا معرفة. ماشي. طيب نيجي لتاني نوع، يبقى الضمائر ديت اللي هي ضمائر اي نوع من انواع الضمائر، حتى الضمائر الايه المنفصلة اللي انت هتاخدها السنة اللي هتبدأ ديت معرفة. أقوى حاجة كمان في المعرفة، ولو اتلخبطت ما بينها ما بينها وما بين حاجة تانية، هي اللي هتبقى المبتدأ. يعني كل الضمائر اللي قدامك دي هتعرف مبتدأ. أديني قلت لك حاجة من إيه، من حاجات أولى إعدادي، كل الضمائر اللي قدامك دي تعرف مبتدأ، يبقى بعديها هدور على خبر على طول. أدي قاعدة معروفة. ماشي. طيب تاني حاجة بيقولي العلم، يعني إيه أصلا كلمة علم؟ أنا لو سألت دلوقتي يعني إيه عالم، حد هيقول لي ده اسم شخص، والتاني يقول لي ده اسم مكان، دوت يقول لي اسم شهر، كل الكلام دوت صح، بس ما قاليش هو يعني إيه أصلاً كلمة عالم. العالم هو اللي إحنا بنحييه الصبح في المدرسة؟ لا، أصل كلمة عالم هو الجبل، الشيء الواضح. عارفين الجبل؟ حاجة شاهقة الارتفاع، ما تقلش عن 1000 متر مثلاً ولا حاجة. جبل، جبل. ماشي؟ فالجبل دوت بقى اسمه علم، اسمه في اللغة العربية علم. فمن أي حتة أنت رايح، في حتة فيها جبل بيبان من أي حتة، لأن هو إيه؟ إن هو ظاهر. فأي حاجة معروفة بيسموها إيه؟ علم. زي إيه مثلا؟ قال لي أسماء البلاد زي مصر، بغداد، أسوان، أسماء البلاد إيه؟ علم، لأنها محددة. تقول مصر في أي حتة، آه عارفها، اللي هي البلد اللي في الحتة الفلانية، خلاص عرفت. اقول بغداد اعرفها، يبقى هي دي عاصمه مثلا العراق. اسوان، اه دي محافظه او مدينه في مصر. يبقى العلم اول نوع فيه ان هو ايه، هو معناه اصلا الجبل، وبيطلق على الحاجات اللي بنقولها ديت، اسماء البلاد، اسماء الاشخاص زي محمد، عباس، اسامه، ماير، محمد، اياد، لجين، احمد، اي اسم بقى شخص. واسماء الشهور، سواء مثلا كانت شهور ميلادية، شهور هجرية، أيا كان بقى، فبراير، شوال، مارس، ذو القعدة، شهور برضو إيه؟ نوع من أنواع العلم. العلم يا إما أسماء شهور، أسماء أشخاص، أسماء أماكن، كل ديت علم. طب ليه العلم محدد؟ لأن أنا استحالة أتلخبط ما بينه وما بين غيره. يعني لو قلت مثلا إيه فبراير، في حد مش هيعرف فبراير ده اللي هو إيه بالظبط؟ في حد مش هيبقى محدده. طب لازم احط له الف ولام؟ لازم اقول الف فبراير، الشوال، المارس؟ ما ينفعش اصلا. ماشي. ولو عملت كده هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى اصلا حاجه ايه، حاجه سخيفه ملهاش اي لازمه. ماشي. ده العالم، ده تاني نوع من انواع المعرفه. تعال نشوف تالت نوع، اسماء الاشاره. الله. طب واسماء الاشاره ديت ليه معرفه؟ حاجة قدامك وبتشاور عليها، أكيد أنت محددها. يعني مثلا بتقول هذا، أنا لو شايف أنت بتشاور على إيه بحددته. هذه للمؤنث، هذان للمذكر، للمثنى المذكر، هاتان مثنى المؤنث، هؤلاء للجمع بنوعيه. تمام. طيب طالما شاورت عليها يبقى إيه؟ يبقى محددها، يبقى أسماء الإشارة برضو إيه؟ أسماء الإشارة برضو معرفة. في حد عنده مشكلة في الثلاث أنواع دول؟ طالما ساكتين يبقى كله فاهم. لو في طيب حاجة حد يقول لي لا أنا مش فاهم الحتة ديت، أو يسأل فيها، مش يبقى عيب، كله تمام. طيب الأسماء الموصولة كله تمام. رابع نوع، الأسماء الموصولة، نفتكرها أصلاً. قال لي الذي، التي، لذان، لتان. الذين جمع المذكر، جمع المؤنث بقى طماع في الأسماء الموصولة اللي هي اللائي واللاتي. الله. هو الأسماء الموصولة ديت كلها إحنا في العامية بنقول عليها إيه؟ نستخدم كلمة واحدة بدل الست أسماء دولت ولا السبع أسماء دول. يعني إيه أصلا الأسماء الموصولة؟ مين يقدر يقول لي يعني إيه أصلا اسم موصول؟ ما تعديش علينا الكلمات كده وخلاص. يعني إيه اسم موصول؟ عايزكم أنشط من كده، تردوا عليا. بس
مثلا يا مستر دلوقتي انا مثلا بقول مثلا يعني مثلا قلت مثلا الوقت، فمثلا مش هقعد كل شوية مثلا اقول المؤمنون كذا المؤمنون كذا، لا يعني مثلا انا دلوقتي بقول المؤمنون الذين عملوا كذا. اه بس هو انت كده بتتكلمي اكتر عن الضمائر، يعني مثلا اقول المؤمنون حاجه اكررها اقول هم، او ممكن اعملهم اصلا ضمير مستتر واتكلم عنهم وخلاص اللي سامعني عارف. ضمير الموصول، الاسماء الموصوله شغلانتها الاساسيه ان هي توصل جمله بجمله، يعني انا عايز مثلا اقول ان فلان عنده مشكله في الاستخراج، ماشي، وعايز اقول في نفس الوقت ان فلان دوت نجح، ماشي، وجاب الدرجة النهائية في النحو، فراح قايل إيه؟ عايز أوصل الجملتين دولت ببعض. في العامية هروح قايل إيه؟ فاكر اللي كان عنده مشكلة في الاستخراج اللي كان بيقول كذا نجح. اللي ديت ربطت إن هو نجح بإن هو كان عنده مشكلة في حاجة معينة وهو خلاص إيه؟ نجح. فأقولها إزاي بقى باللغة العربية؟ أقول إيه؟ نجح أهو، نجح ده فعل وفاعل. نجح مثلا فلان، ادي جمله، وراح موصل كده عامل زي ايه، زي كوبري ما بينهم، او الذي كانت لديه مشكله في النحو، فاهمين؟ يبقى انا وصلت جملتين ببعض اللي هو نجح فلان وان فلان دوت كانت عنده مشكله، وصلتهم ببعض بايه، رحت حاطط في النص الذي. طب لو بتكلم عن بنت اقول اللاتي، مثنى مذكر اقول اللذان، مثنى مؤنث اقول اللتان، وهكذا. اللائي واللاتي دولت الاثنين يستخدموا في جمع المؤنث، انما الذين دوت هو الايه بيستخدم لجمع المذكر لوحده. كل ديت اسماء معرفه ولسه ما جاش الالف واللام، ملاحظين ولا مش ملاحظين؟ الالف واللام هو خامس حاجه، الدرجه الخامسه، المعرف بقلب. بس خلي بالك الالف واللام لازم تكون زياده في الكلمه، لو مش زيادة في الكلمة، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت سعيد ومية كانوا معايا، قلنا لو شلنا من الألف واللام من الكلمة وباظت، يبقى كده الألف واللام ديت مش بتاعة التعريف، ديت من أصل الكلمة. وضربنا مثال على كده كلمة التفت، التفت دوت يعني راح باصص كده الناحية التانية، التفت ديت لو جيت تشيل منها الألف واللام هتلاقي الكلمة إيه؟ ما تنفعش. الألف واللام لازم تكون زيادة للتعريف. لاحظ الحاجات اللي بالاحمر اللي هي ال في كل الايه الكلمات الخمسه دي، لو شلتهم مش هيأثر بحاجه، بس هتبقى الكلمه نكره. يعني ايه؟ يعني مش محدده. قلم، عرفت انهي قلم؟ ما عرفتش. مدرسه، ما حددتش. ولد، اي ولد وخلاص. بيت، اي بيت وخلاص. ساعه، اي ساعه وخلاص. انما لما حطيت الالف واللام عرفتها وقلت ال قلم، ال مدرسه، ال ولد، ال بيت، ال ساعه. ألف واللام دي اتحددت في إن إحنا بنتكلم على قلم معين، مدرسة معينة، الولد المعين، البيت المعين. زي مثلا إيه، أقول لحد فيك أقول له أنت رحت المدرسة، في مدرسة معينة بنتكلم عليها اللي هي المدرسة اللي هو متعود يروح، إحنا إيه متفقين على إيه، على مدرسة معينة وبنتكلم عليها، أقول له رحت المدرسة. غير لما أقول له أنت رحت مدرسة، لو قلت له رحت مدرسة كده وخلاص، معناها إيه؟ معناها ان هو ممكن يكون ما راحش مدارس اصلا في حياته. بقول له يعني انت اتعلمت في حياتك قبل كده ورحت مدرسه؟ تفرق كتير لما اقول له واحد انت رحت مدارس، رحت مدارس ذات، يعني ممكن يكون بتهمه ان هو ما يكونش اتعلم في حياته خالص. انما لما اقول له انت رحت المدرسه، يعني في مدرسه متعود يروحها وهو ممكن ما يكونش راحها النهارده مثلا. فدوت المعرف بقلب. اهم نوع بقى فيهم المضاف. يعني ايه المضاف؟ يعني لما نضيف كلمة تانية بعد بعد الايه؟ بعد الاسم علشان نعرفه. شغلانة المضاف اليه هي التعريف، التحديد، وعلى فكرة هناخد المضاف اليه بالتفصيل المرة اللي جاية، كان لازم ناخد قبليه النكرة والمعرفة. التحديد والتفصيل هي الشغلانة الأساسية للمضاف اليه. طب عارفين ليه اسمه مضاف اليه؟ علشان أنا جبت الاسم التاني دوت أهو، هنحدده كده ميشن، هنحدده كده، جبت مثلا الكلمة دي أهو، جبت كلمة بكر دي عشان تعرف إن دوت أبو مين؟ أبو بكر. ممكن يبقى أبو محمد، أبو لجين، أبو فلان، أبو أحمد، أبو أي إيه؟ أبو أي شخص. إنما لما قلت أبو بكر يبقى أنا إيه؟ أنا حددته.
أبو كذا، أبو حنيفة، ماشي، أو كلمة صديقي أهو، ضفناها، عملنا لها آد يعني للإيه؟ للكلمة اللي قبليها علشان نحدد أكتر، فنعرف الكلمة اللي قبليها، بيت مين؟ ممكن يكون بيت أي حد، لا ده بيت صديقي، فأنا حددته. ماشي، طب ساعة، ما ممكن تكون ساعة أي ساعة، الساعة اللي بتلبس في الإيد، الساعة اللي في الإستاد، الساعة بتاعت بيج بن، أي ساعة، إنما لا قال لي ساعة الحائط، يبقى ضفنا كلمة تانية للكلمة الأولانية، للاسم الأولاني عشان يحدده. وعلشان هو كل مهمته إن هو يحدد ويعرف، فهتلاقي الكلمة الأولانية مجرجراه وراها في كل حتة، فتلاقي المضاف إليه دايماً إيه؟ دايماً مجرور، تلاقي المضاف إليه دايماً مجرور، والعلامة الأصلية للجر هي الكسر. تمام؟ في حاجة تانية برضو، المضاف اللي هو الكلمة الأولانية ممكن يشتغل أي حاجة بقى، يبقى مبتدأ، يبقى خبر، يبقى فاعل، أياً كان، ملوش دعوة بحاجة، هو مضاف في الاستخراج بس. انما المضاف اليه اللي هو الكلمه الثانيه هي كل شغلتها ان هي مضاف اليه، نطلعها في الاستخراج مضاف اليه، نعربها مضاف اليه، كل حياتها ايه؟ مضاف اليه ومتجرجره ورا اللي قبليها، فهي مجروره بالايه؟ بالكسره اللي هي العلامه الاصليه، ممكن تتجرب حاجات ثانيه. طب هو انا ممكن احط كلمات كده بس هي اللي تبقى مضاف اليه؟ لا، ممكن ضمير زي مدرستي، مدرسته، قلمي، قلمه، قلمنا، ماشي. وطبعا انتوا خدتوا حاجه اسمها الاسماء الخمسه، وبعد الاسماء الخمسه دايما بيجي مضاف اليه، لان الاسماء الخمسه نكره ومحتاجه تحديد، فبالتالي لازم احط وراها مضاف اليه، اقول ابو بكر، اخوك، فوك، حموك، بس ذو هي الوحيده اللي لازم اجيب وراها اسم ايه؟ ظاهر، مش ضمير. طيب ليه المضاف اليه متعرف؟ لان انا بدل الالف واللام اللي في الاول ضفت له كلمه تانيه في اخره، سواء ضمير او اي اسم، علشان ايه؟ علشان احدده اكتر. تمام؟ في حد مش فاهم النقطه ديت؟ قال لي بقى اخر نوع المفروض في انواع المعارف، انواع المعرفه، الاسماء المحدده، هي ايه؟ هي المنادى. منادى يعني ايه؟ يعني انا لما انادي على حد يبقى اكيد محدده. لا ينفع انادي على حد مش محدده. لو قلت يا رجل، فانا حددت الايه؟ الراجل اللي قدامي. يا فتاه، حددتها، بكلم واحده. يا هذا، اكلم حد اقول له ايه؟ انت كذا، انا مش عارف اسمه. ماشي، يا محمد، يبقى محدده. يا اي حاجه، يبقى طالما ناديت عليها ايه؟ يبقى انا محدد. طبعا الحاجات اللي بنتنادى عليها لازم تكون اسماء، ما ينفعش نادي على فعل اصلا. طب ليه انا اشطبت عليها كده؟ لان دي هتتاخد بالتفصيل في ثالثه اعدادي ان شاء الله، مش في اولى اعدادي ولا في ثانيه اعدادي، دي في ثالثه اعدادي، والمنادى له انواع ودرس لوحده في ثالثه اعدادي ان شاء الله. تمام؟ طيب بيجمعوا بقى السبع انواع دولت في كلمه ظريفه، يروحوا جايبين مثلا هنا واخدين كلمه انا، والعالم دوت يروح واخدين اسم شخص مثلا اسمه صالح، ماشي، صالح اسم شخص، وياخدوا من أسماء الإشارة كلمة ذا، طبعا الهي هنا للتنبيه، هي أصلا اسم الإشارة الطبيعي لوحده كده ذا، والأسماء الموصولة ياخدوا منها ما ومن للعاقل وغير العاقل، ماشي، وياخدوا من الألف واللام كلمة زي الفتى. بص، هتكون جملة غريبة شوية الحكاية دي معايا، وياخدوا كلمة ابني من المضاف لو متعرف بالكلمة بالمضاف إليه اللي وراه، ماشي، والمنادى دوت يقول لك يا رجل مثلا، فييجوا يقروا الجملة اللي يحفظوا بيها كل أنواع المعرفة، يقول لك أنا صالح ذا ما الفتى ابني رجل. ممكن نقولها بسرعة، أنا صالح ذا ما الفتى ابني رجل، أنا صالح ذا ما الفتى ابني رجل. ممكن أنت بنفس الترتيب تجيب مثال لكل حاجة وتعمل لنا جملة أحسن من كده نعرف نحفظها بيها. اجتهد واعمل وربنا يوفقك، بس الناس زمان
حفظوها بالطريقه ديت، وانا شخصيا عارف انواع المعرفه بنفس الايه، بنفس الجمله ديت، انا صالح زي ما الفتى ابني يا رجل، ديت اللي حفظتني انواع المعرفه، وديت مهمه جدا في كل حاجه في النحو. لو ما عرفتش ان الاسم اللي قدامك دوت هو اسم، وعرفتش ان هو نكره ولا معرفه، هتوه. لو ما عرفتش ان الحاجه اللي قدامك ديت مثلا فعل نوعه ايه، ماضي ولا مضارع ولا امر، هتوه. حاجه اقول لك مثلا في المضاف اليه ان هو غالبا بيبقى نكره وبعديه معرفه، انت لا عارف فين النكره ولا فين المعرفه، يبقى استحاله هتعمل حاجه. لما اقول لك في النعت والله لازم ان يبقوا نكره ونكره، او معرفه ومعرفه، بس مش لازم نفس نوع المعرفه، وديت فيها لعب كتير جدا في الامتحانات، خصوصا بتاع التالتة اعدادي والشهادات خصوصا، بيلعبوا بالحكايه ديت كتير علشان يلخبطوا الطلبه، بتضيع من الناس درجات ياما. ماشي، انا بحذر اهو قبليها بفتره طويله جدا. تمام، في حد مش فاهم اي حاجه قبل ما اقلب السلايد ونتدرب على الكلام دوت؟ بس كده آخر حتة مش فاهمها كويس. اللي هي المنادى ولا المنادى؟ انا قلت ان هو هيتاخد بالتفصيل في ثالثه اعدادي. المنادى دوت يعني معناها ان انا اسم بنادي عليه، فبالتالي محدده. انا مثلا لو ناديت على محمد قلت يا محمد، او مثلا اللي مش هي مستر اللي حضرتك قلت بيلعبوا عليها في الامتحانات في تالتة إعدادي ان بيتحدث. هو مثلا يقول لك قلمي الجميل، تيجي حضرتك بمنتهى السذاجه وطيبه القلب وتقول له الجميل ديت مضاف اليه، وهي ايوه غلط. مستر، غلط ليه؟ لان قلمي ديت معرفه. ايه ده معرفه؟ اه، ما هي اتعرفت بالاضافه. ايه، شفت بقى حاجه صغيره، تفصيله صغيره قد كده في الاساسيات اللي احنا عمالين ناكد عليها، تضيع منك درجه فيما بعد وتدمر الدنيا. قلمي الكلمه دي على بعضيها معرفه، فبالتالي اللي بعديها معرفه نعت، وانت تحسبها بمنتهى طيبه القلب ان هي مضاف ليه، وهي مش مضاف ليه ولا حاجه. وصلت؟ شوية ماشي. يبقى وصلت. المضاف اليه والنعت اللي هم هناخدهم المره الجايه واللي بعديها والمره دي بتاعت النكره والمعرفه، من اهم الحاجات اللي ممكن الطالب ياخدها في حياته في النحو. لو اتاسس في الثلاث دروس دولت كويس جدا، اكتر من نص النحو معاك، مش هيمثل لك أي مشكلة بعد كده. تعالى كده نشوف بسرعة تدريب قبل ما الدماية كانت دخلت واحنا مش طلعت و خليتش. تدريب. طيب مستر تعالى. ممكن شرحتي لي المضاف إليه المرة دي، ممكن تبقى تشرحها لي المرة التانية برضه عشان أبقى أكدت عليها كويس جدا. هو أنا ما شرحتش المضاف إليه النهاردة، أنا بس قلت قصدي يعني على آخر حتة اللي هي بتاعت تالتة إعدادي دي عشان مش ماشي. ما فاهمها انا بقول كويس. لك المره دي والمره الجايه المضاف اليه والنعت، يعني خلي بالك برضو من الحصتين اللي جايين، وهي عماله تطلع وتدخل تطلع وتدخل. على العموم التسجيل موجود، واللي هيضيع منه حاجه هيرجع لها تاني. تمام، هو فاضل دقيقه وشويه لما هندخل على فكره على نفس اللينك، نفصل من اللينك ندخل على نفس اللينك عادي خالص. تمام، مستر واحنا هنخلص على الساعة كام كده؟ ما احنا معدنا من 4 ل 5، يبقى هنخلص 5 خالص. أو مثلا لو طولنا بالكتير يبقى 5 و5، مش الوقت اللي ضاع مننا. ماشي، ممكن في الدقيقة دي نحل أول سؤال. كان الامتحان سهلا، عايز أطلع اسم نكرة واسم معرفة. محمد مثلا هيقول لي اسم نكرة، فين الاسم النكرة محمد هنا؟ يبقى اسم ومش من السبع أنواع. الامتحان ازاي ده في فلان؟ ده كان يا مستر كان غلط برضو، لان ده فعل اصلا يا محمد. طيب اللينك هيفضل سهلا. دلوقتي، دي اول حاجه هبدا بيها. اللينك اللي بعديه ادخلوا على نفس اللينك، هو فاضل ثواني واللينك يا يفصل. مستر نعم، سهلا سهلا سهل. هي اللي ايه، هي النكره. الامتحان معرف، وسيلة المعرفة هنا هو إيه؟ الألف واللام بتاعة التعريف. كان ديت فعل مش معانا أساسا. سهلا دي بقى مستر دي النافع آه، يبقى دي وكان المعرفة وسهلا نكرة.